ينضم إلينا مباشرة من بغداد الباحث والمفكر العراقي غالب الشابندر. أستاذ غالب، أهلا بك، شكرا لقبول الدعوة. أهلا وسهلا. كيف تقرأ سلسلة التغييرات في البنية الأمنية والعسكرية التي أجراها الكاظمي؟ هل هي كافية؟ شكرا جزيلا وشكرا للأخوة المشاهدين. لا، ليست كافية. لا، هذه إجراءات شكلية ليست كافية. المطلوب هو إجراء عملية تغيير جذري في البنية التكوينية للمؤسسات الأمنية. يعني أولا، ربما الخلل ليس في القيادات، وإنما الخلل في من هم تحت دفة القيادة، وهم موجودين في أصلا ربما في الأمن، رجال الأمن البسطاء، ربما في رجل الأمن من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة. فهي الحقيقة تحتاج إلى مراجعة لكل المنتسبين، تاريخهم، ارتباطهم، انتماءاتهم، كفاءاتهم، علاقاتهم. هل تعلم إلى أن هناك بعض المؤسسات، سواء كانت عسكرية أو أمنية أو من وطنية أو من أو جيش أو داخلية، هل تعلم إلى أن هناك أسر معشعشة في داخل هذه المؤسسات وفي داخل هذه الوزارات؟ هل تعلم إلى أن هناك أحزاب محسوبة، أعضاء حزبيين، يعني هم لهم علاقة بحزب، بل هم أعضاء حزبيين يحضرون حلقات حزبية، إلى أنهم موجودين في هذه المؤسسات؟ طيب يعني كانت هناك إشكالات كثيرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية. يحتاج إلى تغيير انقلابي هائل أخي، يحتاج إلى تغيير انقلابي هائل. استاذ غالب، يعني نعم. كان واضحا ان بحسب المراقبين ان هنالك خروقات في الاجهزه الامنيه، خصوصا هنالك من يرى ان الفصائل تسيطر على هذه الاجهزه. السؤال الابرز، يعني الكاظم يقول لن اسمح بالتدخلات السياسيه في تعيين القيادات الامنيه، هل تتفق معه هذه المره؟ هل هو قادر على الوقوف بوجه القوى السياسيه التي جاءت به الى السلطه؟ نعم نعم نعم، سؤال جيد، ويحتاج أكثر من، يحتاج إلى وقت طويل في الحقيقة. لا، وقتي قصير أستاذ غالبي، الله يرضى عليك. اختار قيادات، لو أن السيد الكاظمي اختار قيادات ثبت بالتجربة إخلاصها للوطن، وثبت بالتجربة أن لها القدرة والفاعلية على الوقوف بوجه هذه الخروقات وكشفها، وهؤلاء معروفون لأنه كثير من الخروقات كشفت وكثير من الخلايا كشفت. لو أن السيد الكاظمي يرصد هؤلاء ويسجلهم على قائمة ويشكل منهم فريق عمل مع قوة مستقلة، يستطيع بكل سهولة أن ينظف هذه المؤسسات من الخارقين ومن الدخلاء ومن الحزبيين ومن عملاء دول الجوار، سواء هذه الدولة أو تلك الدولة. المشكلة إلى أنه الاعتماد على واحد وتغيير واحد بواحد ليس حلا جذريا. الحل الجذري من السيد الكاظمي، لو أنا من عنده، أنا رجل، لست رجل أمني ولا رجل مخابراتي، ولكن كمواطن أحكي وراصد وصاحب عقل كأي صاحب عقل آخر، يقول أنه هذه المؤسسات تملك عشرات المخلصين الذين ثبت إخلاصهم واقعيا، والذين هم الأوائل في التضحية واللي هم في المقدمة في التضحية، هؤلاء والمشهود لهم بالنزاهة واللي قاعدة البيانات تقول إلى أنهم غير حزبيين. طيب، هؤلاء ممكن أن يكون منهم كتلة لإعادة تشكيل هذه الكيانات، أو مو إعادة هذه التشكيل، البدء بإعادة تشكيل هذه الكيانات وتنظيفها من الداخلين. بعدين أكو نقطة مهمة في هذه القضية أستاذي، أنا أعتقد لو أن الكاظمي من الآن يطرح على مجلس النواب أو يطرح موضوع عدم إشراك القوات الأمنية والعسكرية بالانتخابات،
هذا سوف يقلص من 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 الدخلاء، وسوف يقلص من وجودهم في داخل المؤسسات الأمنية، وسوف يقلل من إمكاناتهم في خدمة دول الجوار وخدمة أحزابهم. توجد إجراءات كثيرة يمكن أن وضحت هذه النقطة أستاذ غالب. يعني الوقت قصير وأنا أتمنى أن أناقش معك الكثير من المواضيع، ولكن دعني أستغل هذه الفرصة. تابعت أنت يعني ما تحدث به بعض المواطنين أن أن كل ما يعني تقرب فترة الانتخابات تزداد التفجيرة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ الآن أتفق مع 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 تعديل، أتفق مع إضافة، أتفق مع إضافة. لا أريد أن أتهم الأحزاب أو كذا، ولكن أقول في هذه اللحظة بالذات المستفيد من هذه العملية هو الذي يطالب بتأجيل وقت الانتخابات. طيب، وضحت هذه النقطة. هنالك من يعتقد أن وزير الداخلية عثمان الغانمي حصلت في عهده وتحصل لا تزال مستمرة مثل ما شاهدناها يوم أمس خروقات أمنية. هل تعتقد أنه سيستقيل؟ هل تعتقد أن البرلمان سيستجوب وزير الداخلية لتقصيره في هذا الملف؟ هل المشكلة في وزير الداخلية أم في الهيكل الإداري والأمني؟ أخي العزيز، ليست المشكلة في وزير الداخلية، المشكلة في الهيكل بكامله. ولذلك المطلوب من وزير الداخلية كما هو مطلوب من السيد رئيس الوزراء كما قلت لك أن يعمل على تكوين خلايا متعددة أو لجان غير متأدلجة، ولجان ثبت بالتجربة تضحيتها وثبت بالتجربة إخلاصها للعراق، يجمعهم هؤلاء ويكون منهم خلايا عمل ثق، واعتقد خلال 6 أشهر يستطيع بمثل هذه الطريقة أن يؤسس لأمن قومي عراقي عميق، على أن يشرك الجماهير بذلك ويطلع الجماهير من خلال التلفزة على الحقائق الواقعية وعلى الأرقام الموجودة. أنا أقول للسيد وزير الداخلية، أخي العزيز، أنت مشهود لك بالإخلاص الوطني، اعمل على جمع إخوانك من المؤمنين الصادقين بالوطن والعارفين بالحقائق، وتعاون مع رئيس الوزراء وتعاون مع بعض مستشاري الأمن الوطني من ثبت إخلاصهم على إعداد وتغيير كامل للبنية الأمنية. شكرا. ثق واعتقد خلال 6 أشهر يمكن أن يشكلوا أكبر وأرقى قوة أمنية بالعراق. من بغداد الباحث والمفكر العراقي غالب الشابندر، شكرا جزيلا لك سيدي.